ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم في قناتي ليندا شانل. النهارده هعمل لكم ريفيو عن القلايه اللي انا جبتها الجديده لاك اند ديكر، قلايه بدون زيت. تعالوا اتفرجوا معايا وشوفوا هنعمل ايه عن الريفيو الجاي. انا هفتح الكرتونه قدامكم، ده شكل الكرتونه بتاعتها، ده الكتالوج والضمان بتاعها. نشيل طبعا الفلين بتاعها ده وهنطلع القلايه معاكم. طبعا زي ما انتم شايفين كده بتيجي مغلفه بكيس، وفي كمان هنا كرتونه فلين تحت عشان يحميها من اي صدمات او انها يحصل فيها اي حاجه. هي بتبقى مضغوطه لتحت عشان تكون ضد الصدمات. تمام، ادي القلايه في الكيس بتاعها، ودي الكرتونه. على الكرتونه مكتوب كل حاجه زي ما انتم شايفين كده. هنا عندنا شكل القلايه من بره، التايمر والحراره وكل حاجه. وهنا برضو مكتوب هنا بقى ايه الحاجات اللي انت تقدري تعملي فيها: بطاطس، جمبري تحمري، طعميه، كب كيك، فراخ، الحاجات اللي هي الفريسكاس دي. وهنا شارح برضو كل حاجة، المؤشر والتايمر والحرارة ونظام الأمان في غسالة الأطباق والقفل التلقائي. وهنا برضو معمول اللوك بتاع الشبكة بتاعتها. تمام، هنرجع بقى هنا للقلاية. بسم الله بسم الله اللهم بارك. طبعا زي ما انتم شايفين انا بحب اللون الاسود، وهو تقريبا مفيش منها غير الاصدار الاسود. وانا حبيت ان انا اجيب القلاية المانوال وما حبيتش اجيب اللي هي الديجيتال. هنقول لكم ليه بعدين. اول حاجه هنا القلايه من بره الجسم بتاعها من هنا استانلس ذهبي من فوق، وهنا البودي بتاعها بلاستيك بس قوي جدا. تمام، هنرجع بقى نفتح القلايه زي ما انتم شايفين كده. طلع الحله معاكم، طبعا هنفك اللزق، في هنا لزق في الجنب ماسك الحله، لزق قوي جدا. هنفك من ناحيتين، في برضو واحدة هنا في الجنب. هنبدأ هنا نفك الحلة، بتطلع بكل سهولة. تمام كده، الحلة بتاعتنا موجود شبكة وحلة. تمام، شبكة وحلة. الشبكة بقى اطلعها ازاي؟ هجيب دي كده لقدام زي ما انتوا شايفين وكده، وهنا كده طلعت الشبكة معايا، دي الشبكة. تمام كده، واقدر اغسلها بكل سهولة. تمام، وهنا نوعها التيفال باين جدا، مطلية تيفال كلها. ودي الهاند مكتوب عليها برضو نظام ان انت تطلعي الشبكة ازاي. هنا يقولك تضغطي تطلعي الجزء كله بتاع الحلة، هنا تفتحي عند المفتاح ده، وهنا الشبكة. هنا الجزء ده خلاص نرجع نركبه تاني بكل سهولة. هنا المقبض ده مقبض قوي جدا زي ما انتم شايفين كده برضو، وايه امان غير قابل انك محدش يقدر يفصله بسهولة. هنبدأ نوريكم شكل الحلة من هنا. الحلة هنا عندي ده مؤشر الحرارة، هنا من الحرارة لحد 200 درجة، وهنا مؤشر الوقت لحد كام؟ 60 دقيقة ساعة. تمام، ده برضو ستانلس مش بلاستيك. تمام كده، هنيجي بقى للجزء بتاع السخان زي ما انتم شايفين كده. هحاول اقلبها لكم، هي بسخان واحد ومروحة. اللي تحت دي مروحة زي ما انتم شايفين كده، اللي جوه دي المروحة اللي هي اللي على اساس الفكرة بتاعت الاير فراير، اللي هي توزيع الهواء جوه الحلة. سخان واحد ومروحة. تمام كده،
هنا هنتكلم برضو الفيشه بتاعتها بتيجي فيشه ثلاثيه زي ما انتوا، وتقيله ما شاء الله تمام عشان تستحمل الوات بتاعها. تمام هنتكلم بقى الوات بتاعها قد ايه، وهل مناسب تسحب كهرباء عاليه مش هتسحب كهرباء عاليه. الوات بتاعها 1500 واط، طبيعي كلنا ان 1500 واط عارفين ان هو كويس جدا تمام، مش هتكلفنا حتى زي ما نكون شغالين لمبه. تمام نعمل فيها بطاطس، نعمل فيها فراخ، نقلي فيها همبرجر، نقلي فيها سمك، نقلي فيها نعمل ايه، ناجتس، كب كيك، الحاجات السريعه اللي احنا بنحبها دي والاطفال كلها بيحبوها. واكتر حاجه كمان مفيده انها مفيده للناس اللي طبعا عندها كوليسترول عالي، عندها دهون ثلاثيه، عندها الحاجات دي، ده عشان برضو ما نحرمهمش من الاكل، ناكلهم كل حاجه بدون زيت تمام كده. وهنجرب فيها برضو معاكم ازاي نعمل فيها بطاطس وهيبقى قدامكم. تعالوا بقى نشوف، انا مثلا مش كل مره هطلع الكتالوج اقرا هو الفراخ بتتعمل على حراره كام، هو معرفش ايه بيتعمل على حراره كام. لا، احلى حاجه في المود بتاع بلاك اند ديكور ده او شركه بلاك اند ديكور عاملاها، انها كاتبه كل حاجه هنا كده زي ما انتم شايفين. بصوا كده معايا، كاتبه مثلا البطاطس الفرنش فرايز على درجه حراره كام وبتاخد وقت قد ايه تمام كده. وهنا برضو كاتبين اللي هي دي المجمده ودي اللي معموله في البيت، دي الفرنش فرايز المجمده ودي اللي هي في البيت تمام كده. كاتبين كل حاجه، الوقت بتاعها، الحراره بتاعتها والوقت بتاعها تمام كده. وهنا برضو اللي هو الفراخ المجمده اللي هي الناجتس، الفريش، الفراخ الفريش اللي احنا بنعملها في البيت. هنا الهامبرجر تمام كده. هنا ان انت عايزه تشوي اللي هي الماش بوتيتو تمام كده، دي الماش بوتيتو. وفي كمان ان انت تعملي زي خضار سوتيه، اخر حاجه هنا برضو بنعمل خضار سوتيه تمام. وده في كمان نعمل كب كيك تمام. ومش هنا بس، يعني مش جايب لك فوق بس، لا ده كمان في الجنب هنا كاتب لك برده الفرنش فرايز المجمده والفريش، واللحمه تحمريها على ايه، والفراخ تحمريها برده على وقت وحراره قد ايه، والسمك، وكمان الخبز او الكيكه بعيش، الحاجات اللي هي المخبوزات تمام. هصور لكم برده ازاي هنعمل فيها البطاطس ونشوف طعمها هيبقى عامل ايه. خليكم معايا دلوقتي هنجرب نعمل بطاطس معاكم في الاير فراير. هنطلع الحله ونحط البطاطس بتاعتنا. تمام زي ما انتوا شايفين كده. عشان بس البطاطس متنشفش وتطلع كويسة تمام، هناخد معلقة زيت واحدة زي ما انتوا شايفين كده ونرشها على ايه، على البطاطس تمام. دي معلقة زيت واحدة كفاية جدا، مكتروش عشان احنا دي الأساس بتاعها بدون زيت بس عشان تتحمر معانا كويس. نرجها كده بحيث ان الايه الزيت يتغلغل معانا كله تمام كده زي ما انتم شايفين. تمام هنحط البطاطس، حطينا البطاطس في الاير فراير وقفلنا اللوك بتاعها. هنبدا نظبط درجه الحراره بتاعتنا على خليها على 25 دقيقة، خليها على حرارة 180، بسم الله، حرارة 180 و
وعندي على المؤشر على 25. دي انا عملتها اكتر للاسف. انا للاسف عملتها 40، فهنستنى لما توصل عند ال 20 دقيقه واشوفها. هنسيبها معاكم بقى تشتغل. صوتها مش عالي زي ما انتوا سامعين. الصوت مش عالي ومش مزعج، مش مستفز ابدا. صوتها هادي. في هنا عندي كمان مروحه بره درجة الحرارة، تمام. هنا من الجزء اللي ورا هنرجع لكم بعد 20 دقيقة. زي ما انتوا شايفين هنا مؤشر الحرارة منور ومؤشر التايمر منور. دي بيعرفك ان هنا ده شغال، مؤشر حرارة شغال ومؤشر التايمر شغال، عشان لما يكون في ايرور او اي حاجة هتعرفي من الاتنين دول، تمام. دي حاجه مهمه برضو، وحاجه من الحاجات القليله اللي هتلاقيها في شركات ان هم تلاقيه عاملين المؤشرات دي، ودي احسن حاجه بصراحه. انا دايما بحب يكون في مؤشر كده باين لي ان الحاجه شغاله ولا مش شغاله. انت كنتي قلتي ان هم هتقولي لهم ان ايه الاحسن في الديجيتال دي ولا اللي هي بشاشه؟ ليه بقى انا كنت بقول لكم ان المانوال احسن من الديجيتال. الرقمي معروف ان ساعات البوردة بتضرب من الحرارة، تمام، ومش عملي خالص لان بيبقى فيه زرار تعلية وتوطية درجات الحرارة واعتماده كله على الشاشة، تمام كده. لكن انا عندي هنا بقدر اتحكم في البكرة، عندي بكرة حاجة سهلة جدا، بقدر اتحكم هنا في الوقت بتاعي، وبقدر اتحكم هنا في درجة الحرارة اللي انا عايزاها، تمام. وبيرجع بيرجع تاني مكانه بنظام اللي هو التايمر، بيفضل يتكتك كده، تمام، لحد ما بيرجع اوتوماتيك هنا لحد الاوف او الصفر. فده احسن لي من الديجيتال. الديجيتال مع الوقت بيبوظ بيعطل، لكن المانوال مهما عملتي وقعد معاكي فترة على مر السنين بيبقى كويس. وده احسن حاجة. وماركة بلاك اند ديكور من الماركات اللي فعلا عرفت تتفوق في السوق المصري وتنافس منتجات كتير جدا في كل منتجاتها، يعني من منتجات فعلا اللي عرفت تنافس المنتجات التانية في كل حاجة، ومنهم الاير فراير طبعا المشهورة جدا، وفي ناس كانت بتشكر عليها، وانا فعلا اخترتها من بين حاجات كتير. يعني قعدت اقارن ما بينها وما بين ماركات تانية، لقيت دي ساعة ساعتها ما شاء الله عندي 4 لتر، تمام، بتاخد كيلو من كيلو 200 لحد كيلو ونص، والواط بتاعها مناسب جدا ليا 1500 واط، مش استهلاكها عالي. غير كده المانوال بتاعها كويس، عندي هنا المؤشر بتاع الحرارة ومؤشر الوقت، وغير كده كمان مش محتاجة افتح كل شوية كتالوج لو انا نسيت الفراخ بتتعمل على ايه، السمك بتتعمل على ايه، كاتب لي هنا وكاتب لي هنا، فمش محتاج ان انا افضل امسك في الـ في الـ في الكتيب، ولا محتاج امسك في اي حاجة عشان اشوف، لا كل حاجة مكتوبة وظاهرة قدامي. وغير كده عامل لي شبكة وعامل لي حلة، فالموضوع سهل جدا وكويس خالص. هنا ده مكان المروحة اللي انا كنت بقول لكم عليها، هنا الحرارة طالعة، يعني لما تيجي تحطيها في على المطبخ عندك ما تحطيهاش لازقة في الحيطة عشان الحرارة اللي طالعة في حرارة، عشان ما ينفعش تلزقيها في الحيطة عشان الحرارة، في هنا حرارة المروحة بتطلع الحرارة اللي جوه من هنا زي ما انتوا شايفين كده، طلع سخونة الحرارة والسخونة بتطلع من هنا، المروحة بتطلع الحرارة من هنا. ريحة البطاطس بدأت تطلع. بدأت أشم ريحة قوية جدا باينة قوي، وده بيدل ان هي لا الكويسة بدأت تسخن في وقت قد ايه،
تقريبا بقالنا 5 دقايق ريحة البطاطس بدأت تطلع، ودي حاجة كويسة جدا. هرجع لكم بعد 10 دقايق نشوف البطاطس كده. انا هنا رجعت لكم بعد نص الوقت، رجعت لكم كده بعد 20 دقيقة. فتحت عليها، ده شكل البطاطس. الناس اللي بتحب البطاطس الشكل ده هنطلعها على الشكل ده وناكلها، ينفع تتاكل جدا. هنا انا هقلبها كده قدامكم وارجعها تتقلب شويه، تمام. وانا ما بحبش انها تبقى فاتحه كده، خصوصا انها بطاطس تخينه شويه، فهدخلها تاخد لون. انا بحب اللون الزياده شويه في البطاطس، بدخلها تاخد لون. وهرجع لكم بعد 10 دقايق مثلا تكون خدت اللون اللي انا عايزاه. انا ده اللي قعدته دوت، قعدت كده 1/3 ساعة، تمام. ورجعنا لكم تاني بعد ما تمت اكتر من 10 دقايق، تمام. شفت البطاطس نخليها ان شاء الله، بسم الله ما شاء الله، تتاكل اكل لون ريحة. لسه ما دقتش، هدوق معاكم عشان اشوف برضو الطعم. سخنة جدا، سخنة. هخليها تاخد الكام دقيقة دول والتايمر هيفصل. ادوق معاكم البطاطس. حلوة جدا، بتقرمش. سامعين صوت القرمشة؟ حلوة، مستوية وكريسبي، وتجنن بصراحة. وكل ده على درجة حرارة 180، وعشان كانت البطاطاية تخينة شوية وانا بحب يبقى ليها لون ومقرمشة، فانا قعدتها 40 دقيقة بصراحة. يعني قعدتها الاول 1/3 وكانت مستوية برضو، بس ما كانتش واخدة اللون اللي انا عايزاه. التايمر بدأ يفصل، قدامها تقريبا 1 أو 2 دقيقة. شوفوا هنا لما الحرارة وصلت للحرارة المطلوبة اللمبة فصلت. بصوا لما الحرارة وصلت ل180 درجة، تمام، فصلت. معنى كده ان هي ثبتت على درجة الحرارة 180، تمام. هنا قربنا المؤشر المؤقت يفصل، اهو في تكتكة كده لو انتوا سامعينها. هنا اهو عملت الصوت، هنا الاير فراير فصلت، تمام. هطلعها معاكم، بسم الله. بصوا بحمر وحلاوه زي ما بيقولوا، ما شاء الله ما شاء الله، حاجه تحفه جدا. وبصوا نضيفه، مفيش غير بس مكان الزيت نمسحها، نغسلها، نشطفها بشويه ميه وايه بسفنجة مكان السفنجة الناعمة، تمام كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه في الريفيو عن القلاية تراك اند ديكر المعنوان عذرا، واكون قدمت ليكم حاجة كويسة وشفتوا ريفيو كويس. يا رب اكون قدرت افيدكم. شكل البطاطس جميل جدا قوي، وده دور ارفع انا عملته تاني بعد الدور الاولاني. زي ما انتم شايفين انا بحب البطاطس الرفيعه، خدت مني وقت رفيعه دي 35 دقيقه تقريبا على درجة حرارة 200. المرة دي عملتها 200،
ما شاء الله جميله ومقرمشه قوي. بص عامله ازاي ما شاء الله. شكل البطاطس سامعين القرمشه دي رفيعه بقى جميله جدا، واللون تحفه 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 تحفه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وان شاء الله استنوا مني كل جديد.